السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي. اليوم سوف نتعلم كيفية تلوين حجر الشلال الصخر بالألوان الأصباغ الدهنية تسمى عندنا البويا، تختلف عن الألوان المائية. هذه تخفف بواسطة الثنر أو البنزين أو النفط. تختلف عن الألوان المائية أنها الألوان المائية تخفف بالماء. الكثير من الأصدقاء والأحبة كانوا يخففون هذه الألوان بالماء، وهذا غلط. تخفف بالبنزين أو النفط أو الثنر. أنا أستعمل هنا البنزين لأنه الجو حار، الثنر يتطاير بسرعة، وأنا أريد مزج الألوان، لذا أستعمل البنزين وأحيانا النفط. في البداية أود أن أقول إن الصخرة أو الحجر تحتوي على ألوان كثيرة، تدرجات لونية كثيرة. الآن سأوضح كيفية عمل التدرجات بشكل بسيط. الآن أقوم أنا باستخدام اللون مكتوب على العلبة، اللون الصاجي، تدرج من تدرجات اللون الألوان الجوزية. أعطي الأساس الغامق كما تلاحظون، أعطي اللون الغامق، وبعدها أقوم بعملية تدريج اللون، أقوم بعملية تدريج اللون حتى تعطي للحجرة ألوان متعددة وتدرجات متعددة. كما تلاحظون أحبائي، بعد أن نطلي السطح كامل باللون الغامق نستخدم التدرجات. هذا هو اللون الأبيض، هذا هو اللون الأبيض كما تلاحظون، ضربات خفيفة من اللون الأبيض، ونقوم بضرب اللون على اللون الأساس الغامق حتى نعطي التدرجات. نستطيع أن نعطي تدرج باللون الأبيض، نضيف الأبيض على اللون الصاجي، أو اللون الغامق نضيف القطرات من اللون الأسود، قطرات من اللون الأسود على اللون الصاجي يكون لون غامق. كما نستطيع أن نضيف ألوان عدة، مثلا مزج اللون الأبيض والأسود يكون اللون رصاصي، حتى لون الأحمر نضيف للأحمر قليل من الأصفر يعطي البرتقالي. الحجرة فيها الكثير من الألوان، ولكن الأحمر والبرتقالي تكون بضربات خفيفة. الآن هذه هي ضربات خفيفة من اللون الأبيض، نضرب على اللون حتى يعطينا التدريج المطلوب، يعطينا التدريج مع ملاحظة أن في الأماكن المغلقة نستعمل ألوان فيها يكون اللون شفاف فاتح. أما إذا كانت الإنارة مثل هذه الإنارة قوية في المكان، نستطيع أن نستعمل الألوان الغامقة. يجب يعني أعطاء للحجرة تدرجات حتى تحاكي ولو القليل من الطبيعة. كما قلت، اللون الألوان الحجر فيه كثير من الألوان. هذه هي الضربات خفيفة كما تلاحظون، ضربات خفيفة لكن تعطي نتائج حسنة. هذه هي ألوان أصباغ دهنية، نحن نسميها بويا، تخفف، لا تخفف بالماء، يعني حتى لما نكمل الفرشات لا تغسل بالماء، تغسل بالبنزين أو الثنر أو النفط. أرجو أن استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.